of the videos that you know are under theory هيدا تمام. هلا what you do إنه you compare two groups. فخليك تعمل هالعملية هيدي مرتين حتى you create two different groups. المثال اللي عنا هلا عنا two series. واحدة اسمها Vsauce Thought Glass, واحدة اسمها Vsauce Mind Blow. الشخص هيدا بيحب يعرف إنه which series هي اللي شغالة أكثر تمام. So we're gonna enable the comparison. هلا عم بتشوف انه بصفه عامه اذا بتشوف على estimated minute watched تشوف انه actually المايند بلو عندها اكثر, عندها يمكن 8 ملايين, بينما ثوت جلاس عندها بس 2 مليون. فاذا بتفكر هيدا بتعمل overview بتقول اوكي مايند بلو is working better تمام. actually اذا you look at the graph بتشوف انه الثوت جلاس اللي هي بالأزرق لما بيعمل لها الـ creator uploading بيكون عندها very big spike في الفيوز أوكي. بس هو بيعمل uploading مرة في الشهر فقط, that's why عندها أقل views. فهذا الجراف بيعطيك أنه أوكي الثوت جلاس عندها يعني أقل views but actually عندها أكثر potential لأنه ناس كتير بيحبوها. والمايند بلو بتشتغل بس that's probably why انت بتشتغل لأنك انت you're actually uploading it every week ولا every day تمام. فهذا بيعطيك فكرة أنه الـ numbers that you see they're not enough حتى تعمل judgment. لازم تتفرج على الجراف حتى تفهم أنه يمكن عندك potential في فيديو لأنت مش كتير بتحطها بس الناس بيحبوها وأنت you didn't know أنه it could have more success تمام. فهذا مثال الانسايد بيقولك نعم mind blow gets more views but actually thought glass gets way more views when it's uploaded تمام, بس هو it's not uploaded enough. فهذا بيعطيك استراتيجية للمحتوى okay actually maybe أنا I should do more of that theory لأنه people will like it more. So شو ال actions to take here؟ شفنا إنه بصفة عامة is يعني spikes اللي عندك there because of uploading. لما you upload a video بيكون عندك أكثر views. لما بتفرج على graphs بيكون عندك spike for views. بتفهم إنه كده سيري عندها كتير success بس أنت ما كتير بتعمل عليها investment. فشي الأول upload regularly حتى تخلي المشاهد بيتفرج بيرجع للفيديو. وثاني شيء إنه ال popular videos مش دائما يعني بديهي انك تعرف which one is the most popular. فاعمل شويه investigating حتى تعرف شو ال most popular video بتعمل منها اكثر من بعض تمام. So these are the first actions to take حتى بنعرف هل هناك جمهور يشاهد القناه, كيف نخلي الجمهور بيرجع. هلا we're gonna go to a second question, مين بيشاهد الفيديو؟ اوكي هلا to know that بنروحوا على الديموغرافيكس في الاناليتكس. في الديموغرافيكس عم بتشوف الايج الجندر والبلد. الايج الجندر بيعطيك انه of course males versus females. الجيوغرافيز بيعطيك البلدان اللي بتتفرج. هلا we have to know something انه في الميدل ايست في كتير بنات ولا زوجات بيستعملوا الاكونت لزوجه لزوجهم ولا لرب العائلة ولا لأخوهم etc. فالنمبرز في الميدل ايست males versus females مش دايما accurate للأسف because of that okay. ولا كل العائلة تستعمل the same computer ولا ما كتير بيهتموا انه بيبدلوا settings للكمبيوتر تبعهم. فبالتالي يمكن عم بتشوف كتير انه في كتير males بصفة عامة حتى لما بيكون الكونتنت تبعك female oriented okay. هيدا it happens في الميدل ايست بس it's good انك you know how to analyze it anyway تمام. So هلا for example في الشخص هيدا بالذات عنا more female audience و most people English speaking يعني United States, United Kingdom. هيدا بيكون مهم ليك انت, we're gonna see in a second. هلا the first thing you can do انك you analyze on a video level. حتى مثال اذا عندك فيديو ما عليها كتير views ولا فيها كتير views وبتحب تعرف شو نوعية الاودينس اللي عندك يمكن تشوف الجندر. هلا في المثال هيدا اللي بنفهمه انه الثامنيل الصورة المصغرة والتايتل بيعندهم دور كبير في defining the audience. لانه لما يكون الثامنيل والتايتل more feminine ولا more masculine الشخص اللي بيعمل عليه كليك عم بيكون more feminine ولا more masculine تمام. فهذا بيدل اولا على نوعية الاودينس اللي هي attracted للثامنيلز تبعك وبيدل الى الثامنيل تبعك are successful in reaching the audience اللي انت تحب you reach it تمام.
فهلا يو كان الانسايت انه اذا الفيديو عندها مور ميل ولا مور فيميل وانت this is not the target that you wanted to have, يمكن تغير شويه في الثامبنيلز وفي التايتلز. وايضا يمكن يكون informational, يعني هل ترى عندي اكثر ميلز ولا فيميلز؟ اوكي عندي اكثر ميلز ف I'm gonna يعني exploit target تبعي, I'm gonna take advantage of that. تمام, فهذا بيقول لك يعني نوعيه الاودينس. Very simple. فال actions to take انه create more of the content that your audience watches. إذا عندك thumbnail style of a thumbnail ولا style of a title اللي بشغال أكثر من الآخر, أعمل أكثر منه لأنه you will find out. تمام, for example you might find out انه thumbnails اللي هي فيها وجه زوم على الوجه ولا كتابة كبيرة ولا things like that actually work better etc. تمام. هلا الشيء الثاني قلنا هو البلد. البلد هذا بيعطيك انه مين بيتفرج. مثال اقوله انت الفيديوهات تبعك متفرجة في كل الميدل ايست, بس you discover انه السعودية كتير بيحبوا الفيديوهات تبعك. اوكي, so this is important حتى مثال تغير الميتاديتا والكلمات الرئيسية بتحطهم اكثر بالعربية الفصحى مثال, لانه السعودية بيعملوا سيرش اكثر بالعربية. تمام, وإلا you discover انه actually US كتير بيحبوا الفيديوهات تبعك. يعني بتعرف for example إذا بتعمل some topics are universal, مثال ال DIYs, ال tech topics, الأشياء اللي هي يمكن تفهمها من الجستر يمكن تكون universal, يمكن بيكون عندك audience من آسيا, من أمريكا etc. إذا بتشوف إنه عندك actually potential في بلد معين, take that into consideration. حتى for example بتحط captions subtitles. اوكي, والا بس بتعمل كل الديسكريبشن اوف الفيديوز بتعملهم مثال بالعربي بالانجلش وبالفرنسي ولا بالانجلش وبالتشاينيز ولا something like that. فتيك يعني pay attention to that حتى بيكون عندك استراتيجية من ناحية opening markets, تفتح ماركت جديد وبيكون عندك فيها أكثر views ولا revenue بيكون فيه أعلى. مثال لأنه في in the US the revenue actually أعلى بصفة عامة لأنه that's the nature of the market. تمام, so these are the actions to take. هلا شفنا إنه who is watching me and what actions to take to it, لما بتعرف نوعية الأودينس. هلا الناس اللي بتروح على القناة تبعي كيف بيكتشفوا قناتي؟ تمام, where did they come from? هلا we're gonna go to traffic sources. Traffic sources اللي هي another part من analytics اللي هي بتعطيك where do people come from. هلا عم بتشوف في الجراف انه هيدو بيعطيوك يعني كم عندك performance من each group. So you can نشوف مثال ال browse feature هي بالأحمر, لما تشوف انه فيها كتير spike انه there's lots of people using هيدي ال browse features. شو ال browse features؟ هيدي هي ال browse features, انه ال features اللي بتكون على ال pages تبعك اللي هي what to watch, my subscriptions, watch later. يعني usually ال browse features هي الناس اللي هي already مشتركة في قناتك بتشوفها. تمام, فهذا الشخص عنده كتير ناس اللي هي already مشتركة في القناة. هلا something else to see اللي في traffic sources, هلا بنرجع قليلا للسلايد الأولى. إذا بتشوفوا تحت ال browse features فيه من بعد 1 2 3 4 الخمسة بعد browse features اسمها YouTube search. اليوتيوب search هي اللي بيستعملوها الناس اللي ما بيعرفوا قناتك مش مشتركين. Very important لأنه عم تعرف إذا ناس بيكتشفوا إلا فيه ناس جدد بيكتشفوا القناة. أوكي, فهلا what can we find in the search? We find الكيوردز, الكلمات الرئيسية اللي الناس بتستعملها حتى they find your channel. اوكي, عندك عدد سو الغير مشتركين 80% بالنسبة للمشتركين. هيدا كتير كتير مهم انه بتعرف نسبة الفيوز اللي جاية من المشتركين غير المشتركين, لانه هيدا بيدل انه عندك يعني الاكشنز تو تيك انك بتشجع الناس انه بيعملوا اشتراك اكثر. وهيدا كمان عم بنشوفوه في السلايدز القادمه انه كثير مهم انك تعرف هل الناس بيتفاعلوا مع القناه. هذا يعني من على مستوى التفاعل مع القناه. انا ملاحظ انه هو اغلب السيرش عنده اليوتيوب سيرش ناس يدوروا شخصيا يعني اسمه اكزاكتلي مضبوط, بينما انا عندي مثلا على الكتروني دوت نت كل السيرش تقريبا اجهزه موبايل لأن ناس يدور عنها. يعني
اكزاكتلي سو هذا كثير مهم لانه هذا على شو بيدل؟ هذا بيدل انه اذا انت كشخص ولا قناتك هل هي معروفه يعني كبراند تمام؟ الشخص هذا اللي هو اسمه فيسوس كثير كثير بوبولار في اليو كي فبالتالي الناس بيدوروا سيرش باسمه هو باسم القناه اللي هو فيسوس فبالتالي they know him already which is good لانك تعرف انه البراندنج تبعك شغال الناس بيعرفوا اسمك بيعرفوا اسم القناه وبيحبوا بيشوفوا قناتك بس also بيدل انه ايضا ما في ناس انه بيكتشفوا قناتك اللي هم ما بيعرفوك من قبل so maybe لازم تعمل effort على مستوى التاكس حتى بتحط اكثر كلمات اللي هي general مثلا الكلمات اللي انت بتقول عليها اذا بتعمل انت تك فيديوز وناس بيحطوا اسامي تك مثال لابتوب ريفيو تك ريفيو اتسترا هذا بيدل انه these people didn't know you at all ف they find you through this keyword it is good لما بيكون عندك a certain popularity the people start looking at your videos searching with your name صح so this is natural so what you can do انت اذا بتشوف انه الناس ما بتعرف اسمك بالمره انك you start doing some branding مثلا التايتلز تبعك اذا انت اسمك سوري شو اسمك انت محمد 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 مثال انت بتعمل تاج فيديوز بتقول انت بتعمل تاج فيديوز ولا لا بوث عندي الكتروني حق تاج فيديوز وترو جيمينج ان جيمينج اوكي سو فور اكزامبل بتقول playing كده game level 12 okay just random thing instead of just بتخلي تايتل هيدا بيقول playing كده game ده اللي هو بيكون شغال بالكيوردز اللي هي اسم الجيم gaming videos gaming etc this will work بس اذا you want to add some branding بتقول playing كده game level 12 okay ولا محمد performance in كده game so هلا مثل adding your name in the titles يمكن بيساعدك انك تعمل branding اذا مش اسمك اذا مثل اسم القناه that you want to have as a brand يمكن تستعمل اسم القناه وبتقول اسم القناه ومن بعد play in this level video game تمام so هذا بيدل انه you can have a little bit more branding going on حتى الناس they remember your name So very good remark. هلا شو بيدل أيضا السيرش إنه إذا في كلمات اللي أنت ما فكرت فيها بس هي they bringing search يمكن تضيفها في التاكس. مثال let's say electronics. أنت ما كنت حاطط electronics في أي فيديو بس you have videos that are about electronics. فيمكن تضيفها في التاكس حتى بالفيديو تبعك بتظهر في مناطق أعلى من البحث. أوكي. بس الانسايت هلا كمان شو بيقولنا انه بصفه عامه شخص هيدا عنده فيوز اكثر جايه من البراوز فيتشر ذن من السيرش فبالتالي what that means انه ناس اللي بيجيوا على القناه تبعه already they're مشتركين بس السيرش مش كتير that means انه there's more efforts to do حتى الفيديو تبعه بتكون searchable انه people find him without knowing him تمام so what can you do حتى بتخلي فيديو هاتك اكثر searchable يعني findable ممكن سؤال بس اخطاء عفوا ممكن سؤال اي ايوه ايوه اي انا 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 عندي السيرش يوتيوب سيرش هو اول شيء 41% very good yeah هل في أفضلية للأشياء اللي واحد ممكن ركز عليها؟ هل الأفضلية مثلاً اليوتيوب سيرش ولا suggested video ولا browse feature؟ اوكي الفيديو سيرش از فيري جود انه بيكون عالي especially اذا انت يور ستيل بيلدينج اب السبسكرايبر بيس تبعك هذا يعني انه الناس بيلقاوك انه they find you they when they search for you they find your videos وانه اكثر ترافيك جاي من الناس اللي هي كانت بتبحث so this is very good so مثال انت متى ابتديت يوتيوب قبل 6 سنوات على الالكتروني 6 سنوات اوكي سو هذا يعني انه it build up a lot in terms of search يعني probably the tags تبعك والميتا داتا والتايتلز they're very good لانه يعني they allow you انك you appear for search هذا it means انه الwork اللي عملته على thumbnails ميتا داتا كل شيء is good so هلا you can go to the next level انك تبني اكثر branding so تبني اكثر branding هذا يعني انه اشتغل على البانر الشعار تبعك اذا عندك لوجو حط اللوجو على كل الفيديوهات حطه على كل الثامنيلز خلي الثامنيلز تبعك كلها براندد مثال كلها عندها اللوجو on the corner ولا كلها عندها لون ولا مثال template معين let's say وجهك انت ومن بعد الصوره للجيمينج ولا لل technical product يمكن find a style that you put in the thumbnails style في طريقه الكلام حط الانترو
intro something, talk to the audience, قل لهم انه في اخر الفيديو كل الفيديوهات قل انه subscribe now اذا you like it, share my video, so بيكون عندك اكثر تفاعل مع الجمهور. وهذا actually it's explained a little bit more في التريننج الاخر اللي هو audience development. انت ما كنت حاضر التريننج الاخر صح؟ محمد التريننج الاودينس ديفلوبمنت ما حضرته؟ لا ما حضرته. اوكي هذا بيفصل لك اكثر كيف بتشتغل على البراندينج. ف I'll invite you for the next training حتى بتحضروا بتعرف كيف يعني شو الاشياء that you pay attention to. تمام اوكي شكرا. هلا سؤال اخر اللي شفته في الشات انه هل التايتلز والا التاكس والا ديسكريبشن هما اللي بيساعدوني انه نظهر في البحث صح؟ هذا هو السؤال. الجواب انه كلهم مهمين حتى تظهر في البحث. فلما بتشتغل على فيديو جديدة اولا التايتل، ثانيا ديسكريبشن، ثالثا بعد الديسكريبشن بتضيف ديسكريبشن للقناة، فقرة اللي هي تقديمية للقناة تحط على كل الفيديوهات مش بس في الهوم ولا في الاباوت. All of these words الكلمات الرئيسية اللي بتظهر في العنوان في الوصف وفي تقديم القناة كلها تساعدك ان تظهر اكثر اعلى في البحث لانه الالجوريزم picks up الكيوردز من كل التكست اللي هو around the video. هلا to go back to the slide اللي قلناه هلا اذا search تبعك مش كتير عالي what can you do؟ استعمل trending topics. مثال let's say سامسونج خرج فون جديد everyone is talking about it فكتير سيرش على يوتيوب عم بيكون the new Samsung 6S. تمام فاستعمل فيديو اللي about trending topic حط الكيوردز في التاكس في التايتل في الميتاديتا. هيدا انو ناس they find you while looking for something else. هذا اللي بيحدث مع قناتك محمد. الشيء الاخر searchable titles. اذا الناس كتير بتعمل اسئلة في السيرش بتقول مثال how is the new iPhone 6 لما بيكون التايتل تبعك بيجاوب على السؤال it's very good. وايضا لازم بيحتوي على الكلمات اللي الناس بيبحثوا عليها. ثالث شيء بيكون التايتل very good انه بيحمس بيشوق they make the user want to click on it. so اعمل شيء انه اشتغل شوي على التايتل حتى بيكون قصير بس فيه الكيوردز وايضا بيشوق اليوزر. تمام هلا خلينا نشوف شيء اخر يمكن تعمله في التاكس والكلمات الرئيسيه اللي تستعملها انه بتروح على جوجل ترندز بتشوف مثال في موضوع معين let's say electronics شو الكيوردز that are trending حتى بتستعمل الكلمات اللي هي trending. تمام بس لازم بتكون متعلقة بالفيديو ما بتحط ليدي جاجا مثال إذا الفيديو is about Samsung لأنه you're gonna get flagged. so مثال إذا أنت عندك فيديو اللي هي about a specific game okay حط اسم الجيم وشوف what are people looking on that game on YouTube search. هذه الصفحة اللي طالعة قبل شوي كيف ندخلها؟ هذه بس أعمل typing على جوجل trends. جوجل ترندز اوكي والا شفت مكتوبه في السلايد google.com/trends/explore وميك شور انك بتحط يوتيوب سيرش لانه هو بيعطيك باي ديفولت الجوجل سيرش. بيرفكت اوكي سو هلا هل الناس بيحبوا الفيديوهات تبعي؟ سو فيري جود كويستشن لانك لما بتعمل انت قناتك از وركينج وعندك كذا فيديو بتحب تعرف انه واتس جوين اون يعني الناس بيحبوهم بيتفاعلوا معهم ولا لا. سو الكويستشن الاولى هل الناس بيحبوا الفيديو هل بيتفاعلوا معه؟ فهلا very basic thing انها بتتفرج على likes and dislikes اوكي انه اذا they like it ولا لا. يمكن تشوف باي فيديو الفيديوهات اللي هي عندها اكثر likes بصفه عامه بتدل عنه هذا هو المحتوى اللي الناس بيحبوه حتى بتعمل اكثر بالمحتوى اللي عنده likes بصفه عامه. بس انتبه انه dislikes it's not a bad thing يعني sometimes بتعمل فيديو اللي هي عم بتكون شويه controversial ولا شويه sensible يعني sensitive topic يمكن كتير ناس تعمل dislikes it doesn't mean انه it's bad. مثال عندي انا تايتر اللي هي تعمل cooking وعملت وصفه ل يعني الدش اللي هو من نورث افريكا من شمال افريقيا اللي هو كوسكسي ف she put it on her channel وهي مش من نورث افريكا هي فكانت كتير عندها reactions ل people saying انه شو هيدا مش يعني it's not how we do this dish what are you doing فكان عندها كتير عندها dislikes.
وخافت لما شافت الرياكشن بس we talked about it وانه actually it's okay to keep these videos يعني what does it mean it means انه الناس كتير تحمسوا وانه في تفاعل وفيها حوار وفي ناس تتكلم it's okay unless يعني الناس كانوا angry و they think انه it's offensive ولا violent ولا propaganda etc هذا شيء اخر لانه usually they will flag it واحنا we will see it بس اذا مش من نوعية هذا اذا بس حوار وبتناقش ولقى غلط وصحيح etc it's okay to have that kind of تفاعل لانه هو it's also يعني it's also تفاعل it's also reaction so it's good يعني الناس are actually interested اوكي سو هلا فور اكزامبل الشخص هيدا انظر للفيديو اللي عندها اكثر لايكس وبيشوف شو السيريز اللي الناس بتحبها اكثر حتى بيعمل اكثر منها سو فيري سمبل شيء اخر هلا الاودينس ريتنشن اللي تكلمنا عليه تمام هلا بنروحوا احنا كنا في اللايكس اند ديسلايكس بنروحوا للاودينس ريتنشن الاودينس ريتنشن بيعطيك اكثر معلومات انه وات از هابينج اون ذا فيديو ليفل تمام هذا وات دو يو سي انت لما اولا لما رحنا على الفيوز مثال بتشوف كل الفيديوهات اذا بتشوف فيديو اللي هي كتير فلات والا فيها سبايكس وكتير فلات وخلص ما فيها سكسس فيو وونت تو نو واتس جوين اون اون ذس فيديو سو يو جو تو اودينس ريتنشن اولا بتشوف الافرج ديوريشن سو مثل ما قلنا هو ما في افرج اللي هي ايديال لانه it depends على اللينث للفيديو سو مثال انت اذا الفيديو تبعك مسلسل اللي هو ساعه اوف كورس الاودينس ريتنشن ما حتكون اكثر من let's say 40% اوكي بس اذا هي كتير كتير واطيه مثل 10% 20% you can يعني wonder in what's going on من بعد في الاودينس ريتنشن ذا جود ثينج انه يمكن نشوف الجراف هيدا اللي بيدل على الانجيجمنت للناس يعني انه لما الجراف جوز داون يعني ناس تركوا الفيديو اوكي دي ليفت الفيديو هلا فور اكزامبل لما تشوف في اول الفيديو كل الناس بتتفرج هلا لما ذا فيديو ستارتد افتر فيو سكندز سدنلي كل الناس تركوا الفيديو من بعد بيطلع ومن بعد بيهبط بيطلع مره ثانيه شو يعني هيدا يعني انه الناس بيعملوا سكيبينج اوكي لانه واتس جوين اون فور ا فيو سكندز الزلمي هو واتس ذا فيديو از اباوت الفيديو هيدي اباوت دي اي واي انه يكون اعلى من ريتنشن ما معنى انه 100% هو طبعا في ناس كثير تقرر خلال اول 3 ثواني اعتقد او 5 ثواني صح سوري كنت بنقرا سؤال ما كثير فهمت السؤال عم نرجع له من بعد So exactly what you said. So ناس بتقرر في بضع ثواني الأولى. So في الفيديو هيدي في DIY. DIY ما بيبتدي before 2 minutes 17 تقريبا تمام؟ كل الأول فيديو بيقدم DIY يعني هيدا الماتيريال that you're gonna use هيدا بنستعمل ورق بنستعمل كذا كذا من بعد بيبدأ DIY ومن بعد DIY في interview خلص DIY فالناس شو بتعمل؟ بتعمل skipping بس مش كل الناس تعمل سكيبين في ناس تعمل سكيبين في ناس بتترك خلاص بيقول لك لا 1 minute intro this is too long or they're not interested الناس كتير كتير lazy على يوتيوب they don't wanna wait they want something or they want it now so they're not gonna wait for 2 minutes فبيرجعوا منهم some of them come back they watch the DIY when the DIY is over خلاص بيتركوا by the end of the video ما في كتير ناس left سو هيدا عم بنشوف هلا viewers skip because the long introduction هذا شو بيقول لك حط it's okay to put an introduction it's okay انه بتحط introduction اللي هي branded اللي في شعارك والا بس a nice intro بس حطها a few seconds okay وفي a few seconds هيدي already start talking about محتوى الفيديو من بعد sorry سؤال عادي اوكي بس نخلص هيدا بعد يمكن اوكي هلا فيوز ار كابتيفيتد وان دي اي واي ستارت بيتفرجوا على دي اي واي من بعد so you can see into the number of videos so you can تشوف the numbers of minutes حتى بتعرف متى they're captivated في اخر ال دي اي واي خلاص they leave okay لانه دي اي واي is over they don't want to watch the interview و that's it by 90% by the end of the video 90% of the viewers they're not here. فإذا عندك annotation, إذا عندك end card, البطاقات اللي في آخر الفيديو, كل أشياء هذي ما حدا بيشوفها. فما حدا بيروح على the next video, ما حدا بيعمل subscription, etc. تمام? So it's very important حتى بتعرف إنه
ما تعمل very long intros. Make sure أنه they're nice, they're catchy, بيشوقوا, they're short. إذا حط الكونتنت تبعك بيجي quickly, وإذا عندك أي kind of annotation اللي هي الannotations اللي بتعمل click لفيديو أخرى etc. وإلا عندك البطاقات اللي هي الend cards, make sure بتحطها لما people are engaged. فمثال at 80% of the video ولا 70% of the video. وإلا make sure the video is shorter لأنه خلاص if people don't want to watch the end of it يعني it's not interesting. تمام؟ شو كان السؤال عندك؟ السؤال كان على retention. أوكي. أيوة. هل في يعني نسبة معينة يعتبر إذا الفيديو نزل تحتها فأن هذا المحتوى معناته مش مناسب أبدا؟ So مثل ما قلت depends شو نوعية المحتوى. So إذا هو مثل سيري ولا مسلسل ولا كوميدي شو ولا أشياء هذي, usually ناس ما بتتفرج على كل شيء, تتفرج على مقطع وخلص. إذا هو مثل let's say DIY ولا technical explanation ولا step by step, إذا retention مش عالية يعني إنه يمكن في مشكل, يعني إنه like I said هلا روح على some videos, خذ examples وشوف when do people leave. Okay, حدا بتعرف إذا فيه مشكل ولا لا. Do they leave لأنه الفيديو البرودكشن الأديتنج تبعها مش صح مثل ما شفنا هلا, ولا do they just leave لأنه they're not interested. إذا they leave لأنه they're not interested, قارن الفيديو هادك وشوف which ones have with audience retention. هذا بيعني إنه these explanations ولا DIYs ولا tech reviews they're not the most successful. So بس قارن كل الفيديوهات, the least audience retention, روح عليهم شوف إذا problem بالediting. إذا مش problem بالediting يمكن they're the least interesting بالنسبة للجمهور. هلا خلينا نشوف السؤال اللي بعده اللي هو هل كل التعليقات والبطاقات وقوائم التشغيل هل هي شغالة ولا لا؟ لأنه كل الannotations, الend cards, the playlists are very very important, حتى بتخلي ناس ما بيتركوا الفيديو شمور و they subscribe انه بيتفعلوا مع القناة. Okay, إذا they watch و they leave بيكون عندك a lot of views بس ما بيكون عندك subscribers, فخليك تشوف شو اللي بيشتغل أكثر. فهلا we're looking at the annotation report. فاحنا رحنا في الannotation في الanalytics. So ال click through rate, شو يعني click through rate؟ يعني إذا عندك الفيديو تبعك ظهرت 100 مرة, الannotation ظهرت 100 مرة, على 100 مرة كم مرة الناس actually clicked على annotation to go and see it. فمثال عندك فيديو فيها annotation بتقول شاهد الابيزود الأول. أوكي, إذا الannotation ظهرت 100 مرة وفي حد بس اللي هو click على annotation, هذا 1%. أوكي, so the percentage بيعطيك كم حدا بيعمل click. فلازم بتتفرج عليه إنه which ones are the annotation اللي بيشتغلوا الأكثر. فيمكن تقارن الفيديوهات, إذا هي مثال عندك فيديوهات كانت الannotation في الأول ولا في الآخر ولا في الوسط, يمكن تقارن what works the best. و also يمكن تقارن بالclose rate. عادة لازم الclose rate أقل من الclick rate. أوكي, لأنه close rate يعني شفت الannotation I closed it لأنه I was annoyed, قلقتني. أوكي, فلازم الclose rate أقل من الclick rate, ولازم تعمل comparison إنه which annotations work the best. So for example هلا people click أكثر منه they close, it's okay. ومن بعد يمكن تشوف which videos الannotation تشتغل عليها أكثر, روح على الفيديو okay وشوف which one is actually working أكثر. فمثال عندك click through rate اللي هو كتير عالي وإلا close rate اللي هو كتير عالي, click on the video وشوف ال two examples اللي عندك which one is really working which one is not working, حتى تعمل أكثر بالannotation اللي هي شغالة, اللي هي مثال لتسي في آخر الفيديو ولا اللي هي end card ولا إلى آخره. أوكي, الانسايت هل في نسبة معينة للضغط ولا الإغلاق أن تكون جيدة؟ لا, بس make sure يعني قارن بالفيديوهات اللي عندك بصفة عامة, أنه مثال عندك فيديوهات عليها close rate 2% وفيديوهات عليها 10%, أكيد أنه الفيديوهات عليها 10% فيها مشكل. أوكي, فما في شيء معين, بس يعني it's a good indication. مثال إذا عندك 0.5% of people click on the annotation أنه it's not very high, يعني يمكن annotation is not in a good place في الفيديو. أوكي, so or it's a percentage. So عادة ما بيكون عندك click through rate 50%, مثال لأنه عادة بيكون دائما between let's say 1 and maybe مش عارفة 20% according to the video. فهلا it's good indication, بس قارن بالفيديوهاتك لأنه كل قناة مختلفة وكل جمهور مختلف. أوكي,
هلا قلنا انه سبوت لايت مثاليه يمكن تشوف الارقام احسن من الانوتيشن الاخرى فاعمل اكثر منها. سو شو الاكشنز تو تيك؟ ما بتستعمل الانوتيشن اللي هي مش يوزر انه هي doesn't like it مثاليه، هي الانوتيشن في اول الفيديو ولا في وسط السكرين اكيد اتس انوينج اوكي. واستعمل اكثر من الكاردز اللي هي so it doesn't annoy the user انه اوكي خلاص I will go to the end card اذا I want to nothing really annoys me. تمام. هلا في ال courage report نفس الشيء so I will go a little bit faster on this. بتفرج على ال click rate، بتفرج على top performing card وبتشوف which one is working the best، وبتشوف ال click rate comparing to هذا شوي مختلف في ال cards لانه يمكن تحط اللي نسميه teaser. teaser هو let's say عندك ال end card اللي هي البطاقات في اخر الفيديو. it's very good way to have more watch time and to brand your القناة. let's say عندك end card يمكن تحط اللي نسميه كارد تيزر اللي هو قبل نهاية الفيديو بيظهر في يعني a moment that you choose وبيعطي تيزر يعني بيظهروا اللينكس قبل نهاية الفيديو حتى إذا أنا تعبانة من الفيديو ولا I don't want to watch all of it يمكن I click before. فهذا بيعطيك الكارد كليك ريت والتيزر كليك ريت حتى بتعرف إذا it's successful ولا لا. So نفس الشيء the best performing cards that drive you to another video عادة it's best to have this kind of cards لأن بتعرف إنه المشاهد راح من فيديو لفيديو أخرى لفيديو أخرى. Okay, so actions to take. ما بتستعمل annotations على كل الفيديو. و instead of that, حاول استعمل في moment اللي هو strategic من الفيديو. واستعمل ال end cards وحط لها teaser. These are the best things. هلا I'm just gonna go a little bit faster لأنه عنا 5 minutes left وعنا a few slides. So لأنه هلا in London we have to book the rooms. ولما in 5 minutes يمكن حدا بيدق على الأوضة. على كل حال let's take a look على the few slides that are left. هلا نحب نعرف انه are people actually subscribe، هل الناس بيشتركوا؟ واذا بيشتركوا على اي فيديو بيستعملوا حتى بيشتركوا which video do they use. فهلا بنروحوا على subscribers اوكي بنشوفوا انه عندك في السورسز بيقول لك where did the subscribers come from. فهلا يمكن نشوف من اي which video did they come from. بنعمل كليك على فيديو هلا بيعطيك ال subscribers which video did they subscribe from. تمام. So مثال إذا عندك فيديو اللي هي كتير successful in bringing subscribers تعرف إنه this one is a very good source لناس بتشترك. إذا عندك فيديوهات اللي كتير مش successful فيمكن there's something to do يعني add annotation غير ال end of the video حتى بتعطيهم call to action etc. So مثال هلا بتعرف انه عندك سيري معينة اللي هي drive a lot of subscription فيمكن تفكر في الحلقات الجاية انه بتقول thank you to the subscribers وإلا تغير شوية ستيل وإلا etc. Okay so it's a good way انك تعرف where do subscribers come from. هلا سؤال الاخر انه إذا بيشتركوا الناس أوكي بس how many people are actually subscribing. مثل ما سألت أنت قلت أنه أوكي عندي كتير views بس عندي بس 20% subscribers. فهلا نفس الشيء بنشوفوا الـ views بالنسبة للـ views اللي جاية من subscriptions. فهلا يمكن تشوف في المثال هيدا only 21k عندك 3 ملايين viewers only 21 are actually your subscribers. فهيدا بيدل على انه في كتير potential انه بتضيف عدد السبسكرايبرز. فبالتالي the actions that you can take انه في الحلقات الجاية اولا بتعمل call to action شفوي اوكي لانه especially في الميدل ايست الناس بتتفرج على السمارت فونز وعلى التابلت فما كتير بتعمل clicks ما كتير بتعمل engagement اوكي. بس اذا بتسمع عندك اكثر chances انه بتخليها تسبسكرايب. في اخر الفيديو دايما تقول please اذا بتحب الكونتنت اشترك الان. It seems يعني simple بيظهر بديهي بس it makes a big big difference. شفنا subscription go up 10-15% sometimes. تمام. فأعطي call to action thank you for watching if you like it please subscribe to get more etc. say it at the end of the videos. و of course إذا بتشوف إنه subscribers تبعك بيجيو through a specific video اللي هي كتير successful in bringing subscribers ألقي نظرة على السيري هذا وأعمل أكثر منها لأنه it means إنه ناس like it و they subscribe لأنه they liked a series heavy in particular. هلا more questions هلا انه هل بيتفاعل الجمهور معي اوكي. So what we can take a look at بنروح على الفيوز حتى بنشوف
شو التوب فيود فيديو. سو مثال في المثال هذا عندك جنم ستايل هي التوب فيديو تبعي عندها 3 ملايين فيو. سو اتس فيري سكسسفل. فالسؤال هذا انه اوكي الفيديو هذه سكسسفل بس إن على 3 ملايين تبعي هل actually my subscribers المشتركين تبعي do they actually like it؟ يعني who is watching this very successful video؟ فهلا يمكن نشوفه break down بنضيفه subscriber views. اوكي فهلا صارت عنا subscriber views و normal views. هلا اذا بنطلع بنشوف انه هذا بتزيد column اوكي عمود بيعطيك subscriber views. هلا بتشوف انه في الارقام actually الفيديوهات اللي فيها كتير كتير views السبسكرايبر فيوز اقل بكتير. فعندك بضع فيديوهات اللي كتير سكسسفل بس السبسكرايبرز تبعك ما كتير بيتفرجوا عليها. So this is very important to know. Okay, so مثال هيدا ال insight مكتوب انه okay ال overall only 13% جاي من سبسكرايبر وانه ال videos that are كتير successful actually most of the views مش سبسكرايبرز. هلا let's another way to look at this. اوكي انه لما بتكون على فيوز بتروح على سبسكرايب في الاعلى في اعلى صفحه بتختار سبسكرايب اوكي وهذا عم بيعطيك اونلي سبسكرايب فيوز حتى بتقول اوكي اذا انا ماي بيست فيديوز اكشلي مش السبسكرايبرز اللي بيتفرجوا عليها اوكي مثلا عندي جنم ستايل عندها 4 ملايين بت اونلي يعني 70,000 من السبسكرايبرز فالكويشن انه اوكي سو What do my subscribers watch then? يعني شو اللي بيحبوا إذا هما they're not watching my most successful videos. فمنروح على only subscribe views وعندك الفيديوهات هيدي بتعطيك this is what your subscribers like. Okay? So the question كانت what is really working on my channel? الأشياء اللي هي working مين بيتفرج عليها؟ إذا subscribers تبعك ما بيتفرجوا كتير على your most viewed videos ف what do they watch? وبتشوف شو the most successful على المشتركين. هذا بيعطيك insight انه okay either they're watching a certain content ولا a certain series ولا شيء إلا you used to do it في الماضي or not anymore ولا they're watching مثل your most recent uploads. هذا بيعطيك insight للstrategy تبعك انه what should I do more of. okay شو المحتوى اللي لازم نعمل أكثر منه. فشو الانسايت اللي بيعطيك؟ أولا know what your subscribers like. Do they like, is your most successful video actually liked by your subscribers? What do they watch? What are the most successful videos? أعمل أكثر منها. والإنسايت الثاني, of course, upload regularly. إذا في شيء اللي هو successful مع subscribers, إذا ما بتعمل منه regularly, they will stop watching, well, they will maybe unsubscribe, تمام؟ So these are the insights. Okay, فهلا I hurried شوية, إن شاء الله كان واضح لأنه بدينا شوية متأخرين. I'm gonna put the questions again إذا تحبوا إذا ما عملتوا screenshot يمكن تعملوا screenshot هلا إن شاء الله فادتكم ال presentation هلا okay perfect فإن شاء الله فادتكم take down the questions هيدو حتى بيساعدوكم في المستقبل. هلا I will have to leave the room لأنه في حدا بيستنى بس خليني بنعطيكم بس links إذا يمكن كمان تعملوا screen shot. links هيدو بيساعدوك حتى بيكون عندكم resources ف YouTube help بالطبع بيعطيك troubleshooting مثل my video is not working etc. ال creator academy بيعطيك أكثر. احنا محمد كنا بنتكلم على البراندنج روح على ال creator academy حتى بتشوف how to brand my channel how to interact with my audience الأشياء اللي هي courses a little bit more يعني about this okay وال creator playbook creator hub so عملوا screenshot حتى بيكونوا عندكم اللينكس please يمكن تعملوا لي best في الشات تحطوا اللينك لقناتكم